بالنسبه للوصفه ديال اليوم غادي نصايب لكم طاكوس منزلي بحال ديال السمكه. باش تعرفوا الطريقه والمقادير تابعوا الفيديو. اول حاجه غنحتاجوا ليها هنا هي اللحم، هي باش غادي نبداو. بالنسبه للتوابل ديالو غادي نديروا الملحه، بصله بودره، ضامه ديال الثومه، العطريه ديال الشاورما مخلطه مع العطريه المروزيه ديال اللحم، صوص صوجا، مايونيز، وهنايا عندنا البزار. غادي نبداو اول حاجه غادي نديرو القياس ديال الملحه، ما كتروش حيت عندنا الصوجا مالحه. هنايا عندنا البصله، عندنا هنايا البزار، وهنا الثومه غادي ندير واحد شويه. اللي كيبغي مذاق ديال الثومه كثير يقدر يديرها كامل. غادي ندير العطريه اللي عندي هنا مخلطه، صوص صوجا، واخر حاجه المايونيز، واحد المعلقه صغيره عامره. صافي دابا غادي نخلط مزيان اللحم تدخل ليه العطريه كامله، وغادي نخليه واحد شويه حتى يشرب هذيك التوابل كاملين اللي درنا فيه، عاد غادي ندوز الطياب ديالو. دابا بالنسبه للصوص اللي غادي نرافقو معاها، غادي نحتاجو عندي هنا جوج كيسان كبار ديال دانون طبيعي، عندي هنا موتزاريلا، بزار، ثومه، الملحه، قزبر ومعدنوس مطحون، وهنا عندي دريس ديال الثوم ودريس ديال الثومه محكوك. اول حاجه غادي نبدا بها غادي نلوح كلشي الا قزبر ومعدنوس، غادي نلوح شويه ديال الثومه محكوكه ماشي كلها. ثومه بودر عفوا، هنايا عندي البزار، الملحة على حساب القياس ديالكم، هنا عندي الفرماج غادي نخويه كامل، صافي غادي نطحنو بالباتور على ميكسور. صافي من بعد ما طحناها غادي نزيد عليها هاد شويه ديال القزبر ومعدنوس الطحون، وغادي نخلطها باش تكسر هذاك اللون الابيض. هنا من بعد ما تشرب لنا اللحم وخليناه يرتاح، هنا عندنا مقله فيها واحد شويه ديال الزيت، دابا غادي نحطو غادي نبدا غادي نتحرك فيه بحال هكا شويه حتى يطيب، ومن بعد غادي نفتح. بعد ما طاب اللحم وحيدتو في نفس المقله اللي باقين فيها هذوك شويه ديال الدم ديالو غادي ندير فيها البصله، وغادي نخليها حتى هي حتى تحمر شويه غير نحيدها. من بعد ما سالينا كلشي دابا غادي نبداو بالتعمار، غادي نجيبو الخبز ديال الطاكوس ديالنا ولا شاورما، موتزاريلا، البصله، اللحم اللي صايبنا، لاصوص، صوص ألجيريا، واخر حاجه الفريت اوف فخوماج شيدار. اول حاجه غادي نبدا بيها غادي ندير هذيك لاصوص، غندير لي صوص هما الاولانيين، ديرها مزيان هنايا.
عندي هنا الجيريان، شوفوا غادي نبدا نحط في المقادير اللي عندي. غادي نبدا بالبصله، ندير فريت، موزاريلا، عندي هنا شي ضرب غادي نحطو هكا. فدابا غادي نبدا نقليه، ندخلو هذا بحال هكا، كنهزو هنا. نفس الشيء بالنسبة للخر، كندخلوه كنهزوه كنطويها صافي، كنخشيوه ديريكت في البانيني وكنخليوه يتحمر. غنصايب معاكم وحدة أخرى، كنا ندير فانيت طيارة صوص، صوص أرجينيا في الأخر. لي صوص راه لي كي لي بغاهم راه كيزيدهم في الساندويتش ديالو خو ما ياكلو. كنديرو هنا لا صوص هنا على حسب الحشوه، راه كل واحد واشنو كيبغي يدير. تقدروا تزيدوا اللي بغيتوا، ماشي بالضروره ديروا هادشي. غادي ندير فرماج، الفريت هنايا، وهنا غادي نعاود ندير هنايا هاد لاصوص. حيت كاين اللي كيبغي لاصوص كثيره، كاين اللي كيبغيها قليله، المهم كل واحد وعلى حساب اشنو كيبغي. صافي هنا في الماشيطه، وغادي نجمع، كنخشي يديا هنا كندخلها، كيبقى ليا هاد المثلت كنطوي الجهه الاخرى حتى هي صافي، وكنجمع. اما الطاكوس ديالنا من بعد ما سليناهم وحيدناهم من البانيني، هما كيفاش كيجيو محمرين وكيجيو لذاد. وهنايا رافقتهم بفريت، وهنايا بلي صوص، هادي هنا بيغي و الجيريان، وهاديك لاصوص لي صايبت معاكم في اللول. و طبيعة الحال دابا في الصيف ميمكنش ندوزو شي وجبة بلا ما نديرو معاها العصير. هنايا عندنا عصير ديال الفلاح بارد كيجي زوين تا هو. و بالصحة و الراحة، و بحال ديما إلا عجبكم الفيديو متنساوش ديرو لايك و أبوني و شجعوني.